فات تمشي قائمات. انا بالنسبه لي انا شفت لعبه القائمات والانتخابات ما تعنيش تو في وضع كورتنا. انا اهم جلسه بالنسبه لي سؤلت فاجبت. انا باش نعطيك حاجه. انا بالنسبه لي انا اللي يعنيني تو في كورتنا بالحق فما نقطه نحب نعرفها، التقرير المالي وين فلوس الجامعه، وعلاش الجامعه تعاني من ازمه ماليه توا في الوقت اللي ما بين شهر ولا شهرين. لغز كبير. احنا بالنسبه لنا التوا السيد كمال يدير ما خرجش حتى باش يعطينا لمحه في حوار صحفي قور خويا راهو الفلوس الجامعه ما قالش حل اوديت جيبوا اخر حاجه قالت معناها انا ان شاء الله. وديما نذكروا زاد فما مشكله صارت قبل في عهد وديع الجري ربي يخلص وحلو، ذكر وقت اللي كان يحب يبلوكي فلوس باش موارد الجامعه تطلع وكذا، وخرج توفيق المكشر حكايه قرا وكذا ان شاء الله تطلع بلوكي في بلاصه وباش تخرج وتفرهد الجامعه. اسلام نحاول نجاوب بدون معناتها مانيش مؤهل للاجابه على ناس اخرين. سي كمال اول حاجه il n'a pas trouvé du temps حتى لحظه، تواجد ليلا نهارا في مشاكل بسيطه نورمال موري هيك البسيطه ولا موظفين او اعضاء اخرين يعاونوا فيه ما فهمش. هذه حاجه الاولى ومش ندافع على مش ندافع عليها كمجانين. ثاني حاجه تقول لي انت الفلوس وين مشات نتاع الجامعه التونسيه كره قدم. الحقيقه الاولى انه كانت فما برشا فلوس. الحقيقه الثانيه انه ما تعادش ثم فلوس. نعطيك امثله مثلا انا من ما يسمى بسوء التصرف المالي، وانت محامي وتعرف انه ما يسمى بسوء التصرف المالي ينجم اي بي اونجندري حاجه اخرى اللي هو فساد مالي. ها نعطيك امثله. انا وقت تجي انت داخل انتخابات في اخر عهده ليك او في اخر تواجدك في هيكل الرياضي وتجي الفلوس من الفيفا باش تخلص منها الحكام ويخلصوا منها بعض الموظفين وكذا وكذا وكذا، وتجي انت ترقي لي 30 موظف واللي عنده سوابق عدليه تحطه مدير عام، واللي ما ينجمش يتواجد في الهيكل الرياضي هذا ترده مدير، ولانه كي يولي مدير عام في ديبارتمون معين كان يخلص مليون ويخلص ملايين. وكتجي انت تزيدهم الناس الكل انتر 300 دينار و 1500 دينار ل 190 موظف بغايه ان باش يصوتوا لك ويجيبوا لك تزكيات، شنو هو هذا؟ شنو تسميه؟ كماليات او كمال يدير ربما يعرفوا. هذا وقت ايش صار؟ هذا بريود قبل الصيف بشوي. وقت وصف جلي. باهي. واضح. في اطار الحمله الانتخابيه. في اطار الحمله الانتخابيه. سي كمال ربما يعرفش حوايج يدير ربما ما يعرفش كل شيء سي كمال. تقول لي الفلوس التي كانت موجوده للجامعه التونسيه لكره القدم، انا اؤكد لك مسالتين اثنتين. فما فلوس مشت للجمعيات ديون حكينا فيها ونعرفها تقريبا 15 مليار لا 28 ثم فيها الخلص ثم فيها المخلص 28 مليون دينار فيها الخلص وفيها المخلص اللي نعرفه اللي مخلصش 15 باه والكونترا ما بين الجمعيات هذه انه ملتزمه باعاده الاموال هذه جدول معينه باه. ثم فلوس اخرى بلوكي، انا الحقيقه اقسم بالله العلي العظيم لا نعرف وين اما ثم فلوس بلوكي كانت بعلمي اعضاء المكتب الجامعي، ونعاود بعلمي اعضاء المكتب الجامعي انا رئيس الجامعه اقترح عليهم البلوكاج دي سوم دارجون هذه حتى يتمكن من صرفها على الموظفين في اطار شهريات، وهي كانت فكره جيده الحقيقه فهمت. اما كيفاش الحقيقه الاوديت اللي تعاملتها وزاره الرياضه ووزاره الماليه هم اعلموا بذلك والله اعلم. نشوف فاصل قصير وبعد نكمل الجزء الاخير من حصتنا اليوم.